فاللي انا عايز اقول لك عليه انه مهم جدا 4-5 علاجات بنعالجهم قبل ما نعالج اي مرض. يبقى لازم اعالج السكر الاول، لازم اعالج الانيميا الاول، لازم اظبط القولون الاول، لازم اظبط الحاله النفسيه، لازم اظبط النظافه. مش معقول المريض يبقى قذر جدا وتقول هيتعالج. لازم اظبط التدليك والمساج، من غير تدليك ومساج مفيش دواء يشتغل. لازم اظبط الاكل، كل دواء في كل مرض في الدنيا تقول لي اكل ايه وما تاكلش ايه. يبقى الراجل قال لي انا كنت في امريكا وبعدين دخلت استاذه تدينا محاضره في الغذاء والسلوك الصحي، فانا قلت ايه علاقه ده بده، فاكتشفت لما رجعت مصر ان الدكتور جوده محمد عواد بيدي محاضرات في كيفيه ضبط السلوك والغذاء والنظافه، وعرفت ان ده مهم جدا لصحه الجنود والضباط، وعرفت كمان انه قد ايه احنا وصلنا لهذا الرقي. يعني بيقول لي والله العظيم احنا كده عدينا في الرقي بتاعنا امريكا والدول المتقدمه. ليه؟ لان انا حريص على ان الفرد بتاعي يبقى صحته كويسه ويقل ذهابه الى المستشفيات وغيره. نفس الكلام يمكن طلب منا بعض الشركات ان احنا ندي محاضرات للعمال 3-4 آلاف عامل، نديهم محاضرات ازاي يشيل صح، يقعد صح، ينام صح، يسوق صح. ليه يا جماعه؟ عشان العمال دول تقريبا كل اسبوع اسبوعين عايز اجازه مرضي وتكلفه عاليه جدا، ومش عايز اقول لك نص العمال بيتمارض، فعايزين صحه، عايزين عافيه. العامل بتاعي يروح مش بينام عشان يجي تاني يوم، لا بيسهر يعك وينام ساعتين ويجي عايز ينام في الشغل. فمهم جدا هنقول له انت تنام كم ساعه، تنام ازاي، النوم الصحي، تشتغل ازاي، الغذاء الصحي بتاعك ازاي. لما تقول له ده يقل اعتماده على المرض وتقل الاجازات المرضيه، وبالتالي تقل خساره الشركه، لان طول ما العمال عمالين ياخدوا اجازات مرضيه الشركه تخرب. فمهم جدا جدا احنا نعرف ان المواضيع اللي احنا بنقولها دلوقتي كل مرض في الدنيا له 10-12-15 سبب نبعد عنهم، ولازم له 10-12 حاجة بتساعد في العلاج ناخدها. ده فرض الآن على كل مواطن، ما بالك بقى على كل طبيب. يعني المفروض ان انا اروح للدكتور انا رايح كبد يقول لي خلي بالك الحاجات دي بتبوظ الكبد، وخلي بالك الحاجات دي بتعالج الكبد. رحت لبتاع القلب خلي بالك الحاجات دي بتبوظ القلب، ابعد عنها، وخلي بالك الحاجات دي بتساعد في علاج القلب، خد مع الدواء. الكلام اللي انا بقوله ده غلط ولا صح؟ غلط، لا صح. طيب تعالوا نقول بقى احنا ان شاء الله يمكن من يوم الثلاث اللي جاي عندنا عياده جديده في شبرا الخيمه، هننزل العنوان بتاعها ان شاء الله على الصفحه. وقبل الطريق السريع قدام اسم شبرا الخيمه وانت طالع على الطريق السريع مستشفى دكتور عاطف يوم الثلاث الصبح، ده غير مستشفى اكتوبر يوم الخميس الصبح والعنوان بتاعه نازل على الصفحه، غير المستشفى بتاعه رمسيس سبت وحد وثلاث واربع الصبح الساعه 9. ان شاء الله ان شاء الله مفيش مرض ملوش علاج، لا يوجد مرض ليس له علاج، ولا كبد ولا كلى ولا قلب ولا سرطان ولا عجز جن، ولا مفيش مرض ملوش علاج يا جماعه. ولو رحت لاي دكتور يقول لك لا 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 خلي بالك ما تعبش نفسك مفيش علاج، ده ملوش علاج، اعرف كده ان هو بيتاله على الله. ليه بيتاله على الله؟ النبي محمد قال ايه؟ تداوى عباد الله فان الله سبحانه وما انزل من داء الا له ايه؟ دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ده كلام مين؟ النبي. لو انت قلت ملوش يبقى حاجه من اتنين، يا انت كذاب يا النبي كذاب. النبي كذاب يبقى مش نافع فيها لا صلاه ولا قراءه، انت ممثل كده، انت تقول ده ملوش علاج والنبي بيقول له. طب مين فيكم؟ طب قول ان لسه ما وصلناش لعلاج، ان شاء الله الابحاث القادمه ان شاء الله هنوصل له، ان شاء الله في امل. طول ما انت مؤدب مع ربنا، طول ما انت مؤدب يبقى في امل. طول ما انت بقى يعني قليت ادب مع ربنا ومفيش امل ومفيش علاج وانا جبت الطب، لا مفيش طب يا بابا، مفيش طب يا حبيبي. انا عند ظن عبد بي، وانا قلت لك جاي لي مريض قال انا لفيت على الدكاتره 4 سنين قالوا انت ازوسبرم ما عندكش حيويه ثانويه ولا امل في الانجاب، وسمعت حضرتك في حلقه من 4 سنين بتقول لا طول السجود لله وفص ثم هروس على كوبايه زبادي كل يوم الصبح، مشيت على كده 4 شهور الزوجه حملت وجابت ولد وهي حامل المره الثانيه. خلي بالك يا جماعه مفيش، لا ياس من رحمه الله، ما دام في شنب ودق وخصيه وانتصاب في انجاب، وان تاخر وان تاخر. يعني زي ربنا بيقول في الدعاء كده بيقول ايه؟ لا تيأس من رجاء الله ورحمته وان تأخر، افضل العباده انتظار الفرج. انا بدعي وقت ما يستجيب بقى، افضل العباده انتظار الفرج، لكن اقول انا دعيت 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 ما بيستجيبش، والشيطان يجي يلبسنا في الحيط ويقول لك ربنا ما بيستجيبش دعاء. طيب سلام ظهرك، تعالوا نشوف اسباب الم الفقرات والمفاصل والعظام. اول سبب عندنا يا جماعه هو ها
اول سبب الحوادث والصدمات. ساعات الحوادث والصدمات طبعا يعني لو عديت على مستشفى الكسور او استقبال حوادث هتلاقي اطفال ورجاله وستات كله مجبس ايديه ورجليه. والحقيقه ان الحوادث والصدمات زادت اليومين دول، وخاصه يعني اذا كان العظم فيه هشاشه، ان في شباب كتير وبنات عظمها رقيق جدا. ليه؟ ايه اللي رقى عظمها؟ اللي رقى عظمها انها بتاكل غلط وبتنام غلط وما بتتعرضش للشمس وما بتعملش رياضه. كل ده بيخلي عظمها من اقل خبطه تتكسر العظم. واحده ست بتتكعبل في السجاده بتاعت البيت رجلها اتكسر. يعني الناس مفشفشه. اللي كان بيحمص العظم المشي، السعي. تلاقي واحده في الغيط كده فلاحه عظمها حديد، تلاقي واحده ست بتبيع في السوق كده حديد. انما اللي قاعده فافي دي وفي التكييف وعلي التكييف واطفي التكييف وكل مشكلتنا بنتخانق على التكييف، ده دي عظمها بسكوت، ده لو عدت اتكعبلت في السجاده تقع عظمها يكسر. فالحوادث والصدمات كتير قوي اليومين دول، وساعات بتبقى الحوادث والصدمات انت مش واخد بالك. يعني انا نايم على السرير وخبطت في في في, في, في طرف السرير، هل تصدق ان دي تعمل لك كدمه في العظم؟ اه بتعمل. وساعات تلاقي مكانها مزرق. ولذلك انت لما تيجي تشوف حد مخبوط في رجله مثلا وتلاقي مكانها مزرق ومورم، انت اتخبطت؟ لا، هو اتخبط بس مش واخد باله. برافو عليك. وانا جسمي سخن ما بحسش بالخبطه زي واحد رياضي وهو بيلعب رياضه، بيلعب كوره اتعور جاب دم كذا كذا يربطها وحته ثلج وقوم يكمل الماتش مفيش اي الم، بس مجرد ما يروح البيت بقى ويستسلم بالليل ها الالم يظهر بقى، الالم اللي على اصوله. انما طول ما الجسم سخن وطول ما الكورتيزون عالي والادرينين عالي لا مفيش الم، ده بين كيلر. طيب يبقى اول حاجه الحوادث والصدمات. تاني حاجه من اسباب الام العظام والمفاصل عندنا الهرمونات. الهرمونات عند الستات بالذات كارثه. الدوره الشهريه هرمونات بتعلى لغايه نص الدوره وبعدين تبتدي تقل الهرمونات، فالدوره تنزل معاها بليدنج، معاها نزيف، معاها شويه ضعف، معاها شويه انيميا، يعني دمها بيعلى ويوطى ويعلى ويوطى، ده عادي. لكن عظمها بقى ممكن يبوظ بكذا طريقه. اول حاجه حبوب منع الحمل وكبسول منع الحمل وحقن منع الحمل بتعمل هشاشه عظام، بتخلي العظم بسكوت. ومش بس بتعمل هشاشة، لا، وبتخلي الجلد يتخن، ووتر سلطان دوتر تنشر بتخليها تورم، جلدها يشرط، شعرها يقع، ها، وممكن يجي لها سكر. ده الاضطراب الهرموني. مين اللي عمله؟ حبوب منع الحمل، حقن منع الحمل، وكبسولات منع الحمل. طيب ممكن الخلل الهرموني ده يتم من غير حبوب؟ اه بيتم ساعات مع بعض البنات والستات نتيجه الزعل والخوف والقلق. يقول لك اربع خمس ست شهور دوره ما بتنزلش، ويعني عندها 30 سنه مثلا. الانيميا بتمنع الدوره انها تنزل، الخوف والقلق والحزن بيمنع الدوره انها تنزل. وبعدين بقى الدوره بتقطع طبيعي بقى بعد ال 50 مثلا، فبعد ال 50 تلاقي بقى صهد وهب والم في المفاصل والم في العظم كله وشعر بيقع. دي بيسموها اعراض المينوبوز او اعراض انقطاع الدوره. دي ما يعني لا تخلو منها امراه الا اذا كانت الستات شغاله. شغاله في الغيط بقى، شغاله في كذا، ما بتحسش بالالام. يعني مره واحده كان عندها 60 سنه ودايما يجي لها غيبوبه وكذا وتقوم وتشتغل، بنقيس السكر لقيناه 600. 600 كان بيجي لها غيبوبه السكر، يقول لك لا لا ده من الاجهاد ده بتتعب. 600 وبتشتغل، ايه؟ الله اكبر. فاللي انا عايز اقول لك عليه انه طول ما الانسان بيسعى وبيشتغل موضوع انه يحس بالالام والبتاعات دي قليل، انما طول ما هو متفرغ للمرض وقاعد يقول لك اه يا دكتور، او واحد ما اقول له او واحده انت بتشتكي من، يقول لك ياه صداع وسقوط شعر ومناخيري بتتسد وزوري بيتخنق والم في ظهري والم في ركبي والم، ده ما فيش حته فيها سليمه. انت قاعد مركز؟ انت فاضي؟ ولذلك في مرضى بكتب له كده لا تتفرغ للمرض، من فضلك دور على اي حاجه تشغلك. لا تتفرغ للمرض، اخرج امشي. ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا، ما قالش ناموا. واحد يقول لك السعي رجل والمصحف السعي امراه، امال كان بيسعى بين الصفا والمراه دي مين؟ اسمها ايه؟ مش سيده هاجر؟ ولا كانت بتعمل كده وطبعا ربنا لعنها والانبياء لعنوها والمشايخ قالوا اللي عملته حرام. ينفع الكلام ده؟ احنا بقى المفتين بقى، ليس على المراه سعي. امال على مين؟ لا، المراه على النوم، هي تنام 10 سنين وتلف على الدكاتره 20 سنه. ليه كده؟
هي تنام 10 سنين وتلففها على الدكاتره بقيت عمرها، ركبتها الامراض كلها يا اخي.